رائع احمد، رائع. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور. انا اهلا وسهلا. طبعا لك افلام اخرى، لكن يعني خلينا نقول اسقاطات على الموقف السياسي. يعني انا بهنيكم، بهني كل الموجودين، الاستاذ مصطفى بكري والاستاذ راشد والاستاذ خالد صلاح اللي قابلته يوم جمعه الغداء وسلمت عليه، طبعا على الرصيف في 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 مهندسين ويشد من ازر بصراحه اليوم ده. بهنيكم بنجاح ثوره مصر العظيمه، وبهني شعب مصر بالحريه والعداله ووطن جديد مليء بالمساواه وان شاء الله. لكن انا بس ليا مداخ صغير. انا بصراحه لما شفت البرنامج من الاول انا مش مبسوط. ليه؟ انا مش مبسوط ليه؟ لان انا بصراحه احنا دلوقتي بنبدا عهد جديد ما فيهوش رياء ولا نفاق ولا كذب ولا اعلام مضلل. وبصراحه الاستاذ سيد والاستاذه هناء من اول الموضوع ده وهم كانوا بيهاجموا الثوره دي وبيهاجموا الشباب دول، واخدين بالكم؟ انا اسف ان انا بتكلم في كده. بالعكس بالعكس، اتفضل. لا انتوا الاثنين من الاول وكنتوا بتقولوا ان حسني مبارك ده رمز الاستقرار، وانتوا عمالين تقولوا بقى لكم 21 يوم بان مصر مش تونس. يا جماعه بصراحه انا اتفرجت على البرنامج وانا مستاء جدا. احنا عايزين نبدا عصر جديد ما فيهوش كذب ولا رياء ولا نفاق ولا اعلام مضلل. بصراحه انتوا من الاثنين كنتوا بتشتموا في الثوره وبتشتموا في الولاد دول، وبصراحه طيب بهدلتوا الدنيا وفبركتوا موضوع وجبتوا واحده قلتوا انها اشتغلت مش عارف في امريكا ولا انا بصراحه انتوا بصراحه شكلكم وحش جدا انتوا الاثنين. انا انتوا لازم تعتذروا للشعب المصري وشكرا. لا استنى خليك.